السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 20/1 20/1 هنتكلم عن نموذج ناجح تبارك الله. اكبر، ربنا يزيده ويبارك له ويسدد معاليه يا رب. النموذج ده بيقول لنا ان اللي تحت هو اللي فوق. نموذج ناجح، نموذج ممتاز، قلعنا جذور من كل صنف، هنوريها في الفيديو دلوقتي. عندنا مكان المشتل في استفال، زراعه متاخره، وعندنا زراعه بدريه في استفال، وعندنا زراعه سنسيشن. قلعنا الجذور من كل قطاع وغسلنا الجذور ولقينا تبارك الله اكبر النتيجه 10/10. المنظر اللي احنا شفناه فوق اللي يفرح ويبهج النفس هو نفس المنظر بتاع الجذر اللي تحت، اصبح اللي تحت زي اللي فوق. تبارك الله اكبر. دوت احنا كده في صنف السنسيشن. تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، تبارك الله. زراعه تقريبا نص تسعه، تزيد او تقل يومين. تبارك الله، هو ما شاء الله، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه. بس المعلومه، بس الحته اللي عنده اللي هي فوتت معاه شويه، او يعني فلتت منه شويه، ان هو يعني ايه، كان اتكى بالظهر شويه. نبات صحي، ورقه 10/10، خلى من الامراض خالص، سيطره ما شاء الله، الله اكبر عليه. الان عنده الجذور بتاعتها، تبارك الله، الله اكبر، تبارك الله، ربنا يبارك له. بس حته منه، بس اللي راحت منه، ان هو كان اتكى بالظهر في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، عشان يبقى التحضير عنده اسرع من كده. عنده احجام حلوه، عنده يكفيه ان النبات صحي وسليم و10/10، دي يكفيه. طبعا برده حته ثانيه بنعلق له عليها، ان هو رامي العفان الثمار بتاعته رميها في القلبيه عنده، وده خطا خالص. فمن فضلك تاني اتكى بقى بشويه الظهر بتوعنا، حاول تعوض. احنا دلوقتي في صنف الفستيفال، ديت زراعات تقريبا 23/9، تبارك الله، الله اكبر، في استفال 23/9. ربنا يزيده ويوسع عليه يا رب ويبارك له يا رب، ربنا يزيده ويبارك له يا رب، ربنا يسدد معاليه يا رب. تحضير 10/10، نبات صحي، نبات سليم، اوراقي سليمه، ما فيش عندها حمراء، الحمد لله، فضل الله، فضل الله. الجذر بتاعه هو، احنا كمان قلعنا جزء ضعيف من الارض، نبات تعبان خالص، عشان نشوف مستوى الجذور عندي، فاصبح الحمد لله، فضل الله، الجذر سليم، ما فيهوش نباتات خالص. الاعفان الحمد لله الدنيا متسيطره عليها. اذا اللي تحت اللي فوق. احنا برضو في نفس الارض اهيت، دوت مكان المشتل في استفال، مكان المشتل دي زراعه تقريبا 15/10 تقريبا، تبارك الله، الله اكبر، برضو تحضير ما شاء الله 10/10، نبات صحي جدا 10/10، مجموع خضري قوي جدا، تحضير زهري ممتاز، مجموع خضري ممتاز، الاحجام اللي عندي ممتازه ممتازه، تبارك الله، الله اكبر، بيكلف بيصرف. النبات بتاعه سليم صحي خالص، ما فيش خالص اي غلطه عندي في الورق عندي من الحمراء. الجذر بتاعي الحمد لله قلعنا الجذور عنده، بس تبارك الله، الله اكبر، جذور ممتازه. هو كان بيسال سؤال في الفيديو، بيقول يا باشمهندس السنسيشن لازم ورق، فاحنا بيقول لك لا، مين اللي قال ان التوريق اساسي؟ الاساسي في الفراوله يا جماعه، ان انا بزرع في نفق وما بورقش، ده الاساس. امتى بتدخل بقى ما بركبش نفق؟ عشان الغلاء اللي احنا فيه، فاضطرينا ان احنا ما نعملش انفاق. طيب وامتى ورق بقى؟ لما يكون في عندي مشكله قاتله في المجموع الخضري بتاعي، في حمره جامده عندي، في اوراق مسن عندي عجوزه، في اوراق شيخه، في اصفرار في الاوراق، في احمرار في الاوراق، الورقه فقط قيمتها فقط قوتها. هنا بضطر ان انا اتدخل واورق واشيل الورق بتاعي في التوقيت الصح، اللي احنا قلنا بننبه تاني، في التوقيت الصح، في التوقيت الصح، في التوقيت الصح، اللي لسه مش وقته دلوقتي، لسه ما نشوف طوبه هيعمل معانا ايه والجو هيدفي معانا امتى، عشان ما يحصلش السلبيات اللي تنتج عن التوريق. ان المجموع الخضري عندي قوي وسليم ومفيش مشاكل فيه، اورق ليه؟ ده رزق ربنا مديهولك، انت محافظ على قوتك، ظهرك اللي هيجي على المجموع الخضري اللي قوي عندك السليم واللي انت مش محتاج تورق فيه، هينعكس على طول معاك بسرعه في الانتاجيه معاك، وينقل معاك بسرعه، وتبص تلاقي الدوره الثانيه شغاله معاك بسرعه، ويبقى الانتاجيه فيها اسرع واقوى وبكميات اكبر. يبقى انا ما بدخلش في عمليه التوريق الا لما يكون في خلل في المجموع الخضري، او في تغير في المجموع الخضري. ممكن يبقى المجموع الخضري سليم، ما فيهوش اصفرار، او ما فيهوش ورق حمراء، او ما فيهوش عنكبوت، بس تغيان الارض كانت مفوتها، فانا غصب عني عشان اخليها تحضر ثاني معايا ثاني، يبقى انا بتدخل بالتوريق في وقت صح. بنعيد ثاني في وقت صح ثم في وقت صح. احنا بنقول ثاني يا رب، احنا عرضنا نموذج ناجح، بنبارك له وبنقول يا رب ربنا يوفقك يا رب ويسدد معاليك يا رب من نماذج ناجحه، بنحييك ونقول لك الله يبارك لك. بنقول يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو. لو بتتابعونا على الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه، كان معكم اشرف، تواصل متابعه 0147 8961. شكرا.